كمان يعني رفض نتائج الانتخابات حتى هذه الساعة، وفي ضوء الإطار القانوني الذي يتيح لهم الاعتراض على تلك النتائج، هل هناك يعني محددات لتلك الأدلة؟ لا، بالتأكيد هذه الأدلة تقدم من الطعن بنتائج الانتخابات نفسها. نعم. في حينها يعني عندما يقدم طعنه يجب أن يقدم الأدلة التي نعم. التي تقع بين يديه. مثلا هنالك قد يكون هنالك مثلا انه هنالك فارق بين العد اليدوي وبين ما ظهرت من قوائم الكترونيه، هذا قد يعتبر دليل، وبالتالي يعاد الفرز اليدوي والتطابق مع هذه القوائم مثلا هذا. وبالتالي ايضا اي دليل ممكن ان يعني يؤكد ما ذهب اليه المرشح الخاسر بعملية الطعن يعرض أمام هذه الهيئة القضائية لتدقق. نعم. وبالتالي إذا كان الدليل واقعي وصحيح فبالتأكيد أيضا سوف تراجع عملية انتخابه وقد تصدر قرارات لصالحه، أما إذا كان الطعن غير صحيح فترده وبالتالي تخرج القوائم سليمة وترسل إلى المحكمة. نعم. الاتحادية لتمارس دورها. نعم. بالمصادقة.